عندما نقول سلوك بمعنى أنه نركز على الجانب العملي، بمعنى كيف يكون سلوك الإنسان داخل المجتمع، هذا ما نسعى إليه. ومن عنوان المؤتمر يبرز هذا أيضا، ترى أنه وعي أولا ثم عمل أو فعل ثم تعايش، بمعنى لابد أن يكون هناك وعي سليم لدى الناس، كافة الناس، يعني سواء كبارا وصغارا، رجالا ونساء. أيضا إلى جانب هذا الوعي أن يكون الأمل، يعني الأمل اليومي، فنتدرب، لأن حتى مثلا عندنا مثلا كأئمة نقولون دائما أن الدعوة أهم شيء فيها القدوة، يقولون القدوة قبل الدعوة. نحن أمة نستقي مفاهيمنا من منابع نقية نظيفة، المنابع المعرفية التي نستقيها، نستقيها من مصادر نقية هي كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاريخنا الحضاري على مدار 14 قرنا من الزمان في مجملها تشكل لدينا في ذاكرتنا وفي قناعاتنا أموراً ترسخت فأنتجت، أموراً ترسخت وانقلبت إلى اعتقاد وقناعة أنتجت تلك سلوكاً حضارياً عظيماً. نحن مسلمون في روسيا عددنا 25 مليون شخص، ونحن عندما نعيش في دول التي فيها المسلمون الأقلية، نحن نستطيع أن ندعو إلى الإسلام بأخلاقنا وبسلوكنا الإسلامي، ليس بالكلام، ليس بالوعظ، بس بقلوبنا وبسلوكنا وبأخلاقنا.